في 12 من ربيع الأول يحتفل المسلمون بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إطار الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية حفل تكريم الفائزين بجائزة البردة في المسرح الوطني بإمارة أبوظبي. وعبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خلال كلمته عن أهمية هذه الجائزة وأبعادها الدينية والروحية. إن لقاءنا اليوم لتكريم الفائزين بمختلف فروع هذه الجائزة ما بين شعر وخط وفن تشكيلي، إنما هو احتفاء وتقدير ما تحظى به الجائزة من أبعاد متعددة ومتداخلة فيها، ففيها البعد الديني والروحي الذي يستشرف أحياء ذكرى المولد النبوي من خلال تدارس القيم المحمدية والفضائل الإسلامية، بل والنعم الربانية التي حواها الإسلام وعمل على تعميقها في عقول ونفوس البشر. وتابع الجمهور كلمات في هذه المناسبة للعلامة الدكتور عبد الله بن بية والمستشار فاروق حمادة، والتي تناولت أهمية هذا اليوم. هذه سنة حسنة أن يجتمع الناس وأن يتذاكروا حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمداحه الطيبة، فكل ذلك يدخل في إحياء سنة لأنها سنة حسنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفوق الناس بالمال أو بالعتاد أو بالسلاح، أو كان يقوم بمكر أو غدر أو دهاء، كل هذا لم يكن في حياته عليه الصلاة والسلام. كان في حياته أساس والأخلاق القويمة الكريمة. وعبر الفائزون بجائزة البردة عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير. في الحقيقة لا يسع شاعر عربي ومبدع كيفما كان إلا أن يشكر، ومن لا يشكر الخلق لا يشكر الخالق، يشكر دولة الإمارات ويشكر القيمين على الجائزة والراعيها الرسمي. ونتمنى، لأن الإمارات الآن أضحت قبلة لكل المبدعين وحضن من لا حضن له، وهي فعلا تستحق لسموها ونضجها وثقافتها، أن نهديها هذه الجائزة. بالنسبة لي أنا فائز بجوائز كثيرة، لكن الجائزة هذه لها خصوصية، وخاصة أن موضوعها يعني عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أنه قبل ما تعلن النتائج، فأي شاعر يكتب عن الرسول هو فائز. كما اطلع الضيوف على جانب من المعرض الذي يضم لوحات تبرز جمال الخط العربي والزخرفة. طبعا الدورة تعتبر 11، ونظرا لأهمية عالمية الحمد لله نحن مستمرين في تنظيمها، وفي الحمد لله يعني نشر الخط العربي والمحافظة عليه، وهذا من أهداف وسياسة وزارة الثقافة. نحن يمكن المكان مش كبير جدا ويسع ل 300 عمل، فتم طبعا التقلب على المساحة باستخدام التقنية، فصار هناك عندنا شاشات عرض متطورة تعمل عن طريق اللمس، عن طريق الإفكتات، عن طريق المؤثرات، عن طريق، وساعد هذا أيضا على معرفة نوعية الخطوط والحروف وكيف تكتب، عن طريق ان احنا نعمل التكبير عن طريق الشاشة ونشوف الحرف مضاعف عن حجم الطبيعي لما يكون في الواقع.